النهارده قبل ما اخدك ونطلع على قدام شويتين، النهارده التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت بتنظم صالون حول أهم مخرجات المحور السياسي في الحوار الوطني. خليني أخد معايا على التليفون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ازيك يا نشوى؟ أهلا بيك. عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ الله يخليك. كله تمام؟ طيب، في تنظيمكم لصالون حول اهم مخرجات المحور السياسي في الحوار الوطني يا نشوى، المهم عندي ان انا اعرف ولو الاول رؤوس الاقلام، ما الذي استطعتم مناقشته في صالون اليوم؟ الحقيقه انه النهارده كنا حابين ان احنا نركز جدا على المحور السياسي، واعتقد يعني يوسف زي ما انت عارف وكل من يتابع الحوار الوطني عارف انه المحور السياسي احد المحاور الحقيقه الهامه جدا، واللي حتى القضايا اللي بتثير الجدل دايما هتلاقيها بداخل يعني المحور السياسي. بنتكلم عن انه بعد مرور اسبوعين كان لازم نعرف احنا وقفنا فين، احنا وصلنا لفين. بنتكلم عن اكتر من يعني 24 جلسه تم الحديث فيهم على مدار الاسبوعين في جميع القضايا اللي تم كمان طرحها من قبل المشاركين في الحوار الوطني، اللي كمان كانت واصله الى ما يقارب ال 180 الف مقترح تم تقديمهم ل يعني الامانه الفنيه للحوار الوطني. كمان عدد من الموضوعات الهامه جدا او يعني ابرز كمان القضايا اللي تم الحديث فيها زي مثلا التمييز، والاعتقد كمان كان بداخلها يعني القضيه اللي حصل حتى مشادات بداخل الجلسه وقتها، وهي المثليه كمان او كيف يتم التعامل مع المثليه. بنتكلم كمان عن التعاونيات، احد القضايا اللي تم اثارتها والحديث كمان فيها. النهارده اعتقد كمان ان المشاركين خصوصا انهم جميعهم مقررين ومقررين مساعدين كمان بلجان بداخل الحوار الوطني، اتكلموا عن تفاصيل جوه ازاي بيتم اداره يعني جميع الجلسات، من نقاشات من حتى المقترحات ازاي هيتم التعامل معاها مع المقترحات اذا كانت يعني مكرره مثلا، او كمان لو في مقترحات غير دستوريه كيف سيتم التعامل معاها. فاعتقد انه النهارده كان حوار اقرب انه يعرفك كيف بيتم اداره الجلسات بداخل الحوار الوطني. طيب، انا كان لفت لنظري جدا حاجات كتير بصراحه نشوه، والتنسيقيه بطبيعه الحال موجوده في الحوار الوطني زيها زي كتير جدا من او كل القوى السياسيه اللي موجوده في مصر، بصرف النظر مين معارضه ومين مش معارضه، مؤيد او موالاه زي ما يحب الناس تستخدم اي مصطلح يا رونو. انه من ضمن الحاجات انه مثلا كنت بتكلم مع الاستاذ نجاد البرعي فقلت له، وهو عمليا احد الممثلين داخل مجلس الامناء، عن التيار المدني يعني او المعارضه المصريه، فقلت له الى اي مدى كانت في خلافات او توافقات، فقال لي جمله الحقيقه رائعه جدا، قال لي احنا في الاول خالص يمكن اول جلستين ثلاثه كنا بنعتقد ان هناك شك متبادل كده، قلت له ها، قال لي وبعدين اكتشفنا انه حجم التوافق الموجود ما بيننا أكبر بكتير جدا من حجم الاختلافات، وبالتالي هدأت جلسات مجلس الأمناء. وبعدين لما بيجي نقطع الشوط ده، أنا آسف بطول عليك يا نشوى، لما نروح الحوار الوطني وتشوف على سبيل المثال عذور انحيازي، يعني أما تشوف إنه الحزب الشيوعي المصري اللي كان بيتعامل زمان دي اللي هي قبل 2011 بيتعامل باعتباره أخطر على مصر من تنظيم الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد، ألاقي ممثل جوه الحوار الوطني فعلي أن أبتهج أنا كيوسف يعني. ولما بشوف التنسيقية وهي بتضم جوه جنباتها كتير من الشبان اليساريين اللي هم رفاق واحد زي العبد لله، أبقى سعيد جدا. هنا يجي السؤال، وأنتم بتديروا هذه الصالونات داخل تنسيقية شباب الأحزاب، وشفت في بعض اللقاءات بتاعتكم موجود ناس من أقصى أطراف المعارضة المصرية، إلى أي مدى بتجدوا توافقا في الأفكار داخل التنسيقية نفسها؟ الحقيقة سؤالك يعني رائع جدا. الله يبارك فيك. والحقيقة أنه خليني أقول لك أنه أنت كده خليتني أقدر أربط بين التنسيقية وبين حالة الحوار اللي بقت موجودة في مصر. حلو. إحنا في الأساس منصة حوارية، دايما بنعرف نفسنا طبعا. ومن يوم ما ابتدينا بنقول إنه
احنا هنقعد على ترابيزه واحده، مش هقول لك بقى كلام لغه عربيه ولا طويله، هنقعد على ترابيزه واحده حلو. وهنتكلم، وزي ما انت قلت احنا من جميع الاطياف السياسيه وجميع الالوان السياسيه موجوده عندنا في التنسيقيه، من اقصى اليمين الى الوسط الى اقصى اليسار. وكلنا، عايز اقول لك من بدايه التجربه اصلا، والحمد لله انا كنت احد يعني من بداوا هذه التجربه، كنا عندنا اتفاق واحد، السياسه للاسف بتفتقد لحاله التوافق، مش هقول لك الاتفاق ولكن التوافق، لانه انا في الاخر قد يكون عندنا قضيه مش متوافقين عليها كليا، ولكن نوصل في الاخر الى توافق لشكل معين وسطي بيني وبينك في افكارنا، لانه في الاخر الهدف واحد. لكن لو اختلف هدفنا ساعتها يحصل اختلاف يا يوسف الحقيقه. فاحنا كنا حاطين قدامنا حاجه واحده، احنا محتكين على يعني جمهوريه جديده زي ما بيتم تسميتها دلوقتي طبعا، وبناء دوله حديثه، ومحتاجين ان هي ترى شكل جديد للسياسه. فعشان كده قلنا ان احنا سياسه بمفهوم جديد. طب ايه الشكل السياسه الجديد؟ شكل السياسه الجديد الحقيقه لابد ان يقوم على التوافق، لابد ان يقوم على يعني انه الاهداف تتقارب، عشان ما نشوفش اللي كان قبل كده يوسف، انه يعني خلافات السياسه تحمل خلافات فقط لا غير. لا، انا بقعد حضرتك انا من تيار معين، بقعد مع التيار المخالف ليا تماما، ومع ذلك بتلاقينا انسانيا ما نخسرش بعض، بتلاقينا في قضيه خلافيه بنوصل في الاخر الى توافق وما بنخرجش متخانقين ولا ضاربين بعض. ده اعتقد ان التنسيقيه يعني اتعلمناه جواها، وده الحقيقه اللي شفته كمان حتى في الحوار الوطني، وده اللي النهارده الضيوف اكدوا عليه، انه احنا يا جماعه كنا داخلين الحوار الوطني واحنا متفوقين، وقلنا انه اكيد هنختلف وهنتخانق ومش هنخرج من مخرجات، والموضوع ده خلاص هينتهي وخلاص. لقينا عكس كده تماما، لقينا ان احنا في الاخر ده احنا يا جماعه متشابهين في حاجات كتير جدا، ده يا جماعه ده احنا رايي طلع متشابه لزميلي اللي من تيار مخالف جدا. وده اللي الناس قالته النهارده، ايه الراي يا جماعه، ده احنا كنا واضح ان احنا كنا ناقصنا ان احنا نتكلم مع بعض، وده اللي عمل الحوار الوطني يوسف الحقيقه. صحيح صحيح، انا بشكرك جدا 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 يا نشوى، كل الشكر للنائبه نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.